بالعودة إلى أخبار الوطن، وبقاعة المحاضرات لملعب نيلسون مانديلا ببراقي، نظمت المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين ملتقا وطنيا بعنوان الإعلام الرياضي بين الحق والإعلام والمسؤولية الصحفية، ده بحضور وزير الاتصال محمد العقاب ووزير الشباب والرياضة عبد الرحمن حمادي، إلى جانب رئيس المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين وعدد من الإعلاميين الرياضيين. وبالمناسبة دعا وزير الاتصال إلى وضع ميثاق شرف أولي للإعلام الرياضي قابل للتطور مستقبلا. إذن فيه تجاوب سريع، وهذا يعني أنه فيه حرص متبادل بين وزارة الاتصال وبين الأسرة الإعلامية الرياضية على الوصول يعني بالإعلام الرياضي إلى مستوى أعلى من الاحترافية ومن المهنية. ولكن مش عيب أننا ندير ميثاق لأخلاقيات المهنة لأخلاقيات الصحفي الرياضي، ونسعى جاهدين للالتزام به، وهذه هي الفكرة الأساسية. دعمنا للعائلة الإعلامية راح يكون متواصل، وأكيد يعني هذا واجب على وزارة الشباب والرياضة، لأنه الرياضة بدون إعلام ما تمشيش، رياضة بدون إعلام. ولهذا كان طلب من المنظمة لنادي الصحفيين. نأكد لك أنه يعني أعطيت الأمر للمدير العام للمركب الأولمبي، وراح يكون نادي لكل الصحفيين تما ابتداء من اليوم إن شاء الله.